حشود كبيرة تدفعت اليوم بعد أن افتتحت السيلة أبوابها أمام الباحثين عن آخر الإصدارات في شتى المجالات. إقبال جماهيري كبير من كل الولايات، والسبب البحث عن كتاب. من ولاية البويرة، أصلا من جامعة البويرة، أنا ندرس في جامعة البويرة، أستاذ في جامعة البويرة. يعني كتب من تمس جميع الشرائح وتمس جميع المجالات ممكن. إن شاء الله فيما يخص التاريخ، فيما يخص وراه يدور النشر هنا من كل البلدان العربية، شفناها موجودة هنا الحمد لله. هذه فرصة سعيدة لنا باش نشوفوا إذا كان نقدروا نلقوا كتب بعض أخرى اللي تفيدنا وتفيد حد آخر. أنا جيت من ولاية النعمة. عندش حاجة باينة نتبعها، كلكو سوا روايات ولا ثقافة ولا سياسة بوان فورس. جيت باش نديكوفري ليتيتر بدرجة أولى ونشوف واش كاين جدد في الإنتاج الفكري، كلكو سوا عالميا ولا عربيا. أقلام أدبية عديدة اتخذت من المعرض منبرا للترويج عن إصداراتها، فكان البيع بالتوقيع من أكثرها جذبا للزوار. استقبال الناس راه كبير جدا، وانا جد 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 سعيده وفخوره بهذه الوجوه الكريمه التي جاءت لتعيش معي هذه الفرحه الكبيره. استقبال ممكن الان الكتاب الورقي ما زالت له مكانته، وانت راكي تشوفي هذه الوجوه الكريمه الحمد لله. كتابي الاخير الاحلام الضائعه حول الظاهره الحراقه، الاقبال جيد. في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على تردي المستوى الثقافي بالجزائر، تعقد السيلة موعدا جديدا للقراء مع الطبعة 28 للمعرض، طبعة تؤكد في كل مرة على الاهتمام الواسع للجزائريين بالكتاب مهما تطورت التكنولوجيا وتوسعت الشبكة الرقمية.